اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم ازاي نجمع اللبن المشفوط وازاي نخزنه، ايه هي مده صلاحيته، وازاي نعيد تاني تدفئته واستخدامه للطفل. اول حاجه ازاي تجمعيه. انت دلوقتي استخدمتي الشفاط وجمعتي اللبن، حطيتيه هنا في الببرونه المرفقه بالشفاط، بتقومي قافله هنا او بتفرغيها في نفس زجاجة من نفس النوع، بتفرغيها فيها وبتقفلي عليها وبتكتبي التاريخ على العلبة وساعة التشفيط. ممكن حل تاني ان انت اصلا اثناء التشفيط ان انت بدل ما بتحطيه في، لو انت هتشفطي كذا حاجة، ان انت اثناء التشفيط بتشفطي، بتجيبي الاكياس المخصصة لحفظ اللبن، طبعا لازم تكون خالية من البي بي اي، المادة دي بتبقى خطر جدا على سلامة الاطفال، وبتسجلي عليها التاريخ والوقت، وبيبقى هنا في ليبل لكمية اللبن المتشفط. ممكن اصلا اثناء عملية التشفيط اول حاجة لازم تتأكدي ان هو مفتوح تماما، تفتحيه، بعد ما بتفتحيه بتحطي الشفاط جواه وبتقفلي عليه بالشكل ده، وبتقومي بعملية التشفيط عادي. وبعد كده بحذر كده بتشيلي تاني الشفاط وبتقفلي الباك دي، بتقفليها تاني، وبعد ما تكوني سجلتي عليها التاريخ والتوقيت وبتشيليها في الفريزر. يبقى زي ما قلنا انت ممكن تحفظي اللبن في الاكياس جمع اللبن، او بتحفظيها بتكون ببرونة بس من غير الحلمة، وبتكون محكمة الغلق علشان تمنع دخول الهواء، وده طبعا بيؤدي الى فساد اللبن اللي متخزن او نمو البكتيريا جواه. طيب احنا كده جمعنا اللبن، هنخزنه ازاي؟ عندك تو اوبشن، يا اما هتحطيه في التلاجة يا اما هتحطيه في الفريزر، يا اما الحل الثالث طبعا انك هتستخدميه على طول. اللبن بيبقى صالح في درجة حرارة الغرفة العادية في الصيف اللي احنا فيه ده تبقى ساعة، لو احنا في الشتاء ممكن يقعد 4 ساعات في الروم تمبرتشر او درجة حرارة الغرفة. في التلاجة بيقعد اسبوع صالح في التلاجة، بس لازم تحطيه في الدرج الاولاني عشان الحرارة تبقى فيه اعلى، وما يتحطش في الباب عشان فتح وقفل التلاجة ما يأثرش على الحرارة. حطيتيه في الفريزر يبقى ساعتها ممكن يتخزن لحد شهر في الفريزر. طيب بعد ما خزناه بقى ازاي تاني نعيد استخدام اللبن؟ انت دلوقتي هتطلعي اللبن من الفريزر، هتكوني او من التلاجة، حتى لو من التلاجة هترجيه الاول عشان يحصل تناسق والبروتينات بتاعت اللبن بتترسب تحت، فبتهزيه علشان يتجانس كله مع بعضه، وبتحضري مية دافية في اناء كده بتحضريها، وبتحطي جواها الببرونة ربع ساعة تلت ساعة لحد ما تكتسب درجة الحرارة الدافية اللي هي بتاعت المية الدافية، وبعد كده بتديه للطفل. طيب جيتي بقى تقوليلي البيبي شرب منه شوية وما كملش الباقي، لا ما نحطه تاني في التلاجة، لا ما فيش حاجة اسمها كده. انت دلوقتي البيبي ان شاء الله شارب منه بق خلاص، الباقي طبعا بيتم رميه، بس مع الاخذ في الاعتبار احنا قلنا بيقعد في درجة حرارة الغرفة ممكن يقعد ساعة في الصيف واربع ساعات في الشتاء. عشان كده تفاديا للمشكلة دي، انت لما تجمعي اللبن مرة واحدة قسميه على كذا كيس بكميات قليلة، 50-50-50، علشان ما تهدريش اللبن اللي انت تعبتي في تشفيته ده. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، وبترضعوا دايما بسهولة ونجاح، وترضعوا وتفتخروا معنوياتكم دايما مرتفعة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة.